ميسان، أولى فقراتنا لليوم رح نروح مع الصورة، ولأنه الصورة مثل الكلمة ومثل الرصاصة بتحارب وبتقاوم، فهي خير شاهد ودليل على حرب دامت 8 سنوات في سوريا. رح نكون مع بعض بمعرض للصور بيوثق مشاهد عدة مأخوذة بكاميرات مصورين احترافيين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كان له المصورين باع طويل وخبرة في توثيق مشاهد الحرب في عدة دول ومنها سوريا. واليوم بيسعدنا رحب معنا، بدنا نقول أهلا وسهلا بصابر القاضي وأيضا ميثم ملكي المترجم عمار مظلوم. اهلا وسهلا فيكم وصباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير. ممنون. رح نبلش سيد عمار بسؤال نتوجه فيه للسيد صابر، واللي هو عن فكره المعرض. المعرض كان يا مكان المقاومه، يقام حاليا في دار الاوبرا. خلينا نعرف اكثر عن فكره اقامه هالمعرض، كيف بديت معهم وليش حبوا انه يعرضوا نتاج ما صوروه بهذا المعرض؟ ایده این نمایشگاه از کجا اومده و روال مراحل مختلف این برگزاری این نمایشگاه چجوری بوده و چرا میخواستید عکسایی که شما گرفتید میخواستید ارائه بدید اینجا نمایشگاه برگزار کنید؟ هدفتون از این نمایشگاه چی هست؟ سلام. این نمایشگاه حاصل 9 سال عکاسی من و دوستان عکاسم، عکاس ایرانی هست که هذا المعرض هو حصيلة 9 سنوات من العمل لتسع مصورين إيرانيين وأنا واحد منهم. که از عکس های جنگ و عملیات های مختلف شروع میشه. بحيث هذه الصور جزء منها حول العمليات العسكرية التي كان يخوضها الجيش العربي السوري. تا به وضعیت امروز میرسه و حتی الوضع و الظروف التي تمر بها سوریا اليوم حول الحیات الامل. این نمایشگاه حاصل کار 9 نفر از عکاسان ایرانی هست که در طول مدت 9 سال از مراحل مختلف توی سوریه عکاسی کردن. هذا المعرض هو نتيجة عمل 9 مصورين قاموا بتصوير المراحل المختلفة للأزمة أو المراحل المختلفة لما مرت به سوريا. این نمایشگاه اولین قدم بود برای اینکه ما نشون بدیم در طول این 9 سال چه اتفاقی توی سوریه افتاده از طریق نگاه عکاسان ایرانی. هذا اول عمل لنبرز فيه ما مرت به سوريا خلال 9 سنوات السابقة، وهو كبداية، هو بداية وهي من وجهة نظر المصورين. يعني تمامی عکاسان شرکت کننده در این نمایشگاه همه عکاسان با تجربه و تقریبا حرفه‌ای هستند. اغلب المصورین المشارکین فی هذا المعرض هم من المصورین المحترفین و بیش از هزار عکس در سوریه تولید کردند. و قد قاموا باخذ آلاف الصور حول الوضع في سوريا. نعم، خلينا ننتقل ونحكي مع السيد ميثم. كمان حضرتك من المصورين يلي شاركوا بالمعرض، خلينا نحكي عن هي التجربة وبسوريا. شو هي أكثر المناطق يلي زرتوها والتوثيقات يلي وصلتوا لها؟ وخلينا نحكي يمكن عن أبرز المشاهد يلي لفتت لك نظرك وركزت عليها بصورك. تأثير بزار. سلام عرض میکنم. سلام علیکم. اتفاق خیلی خوب بود که من تو سوریه عکاسی کردم. كان من حسن حظي اني احسنت اجي على سوريا واحسنت اتصور بسوريا. اما ای کاش من از زندگی قبل از جنگ شما عکاسی میکردم. لكن كم تمنيت ان اكون موجودا قبل الازمه في سوريا. که چرا که هر دفعه که عکاسی میکردم و حالا شاید عکس های موبایلی مو به افراد مختلف نشون میدادم. لأنني في كل مرة كنت أصور وكنت أري أصدقائي الصورة التي كنت صورتها في سوريا. همه قبطه میخوردن که چرا سوریه ای که ما دیدیم با سوریه ای که الان شما نشون دادی کلی فرق کرده و کلی ویران شده. فهم کانو یعرفون سوریه قبل الازمه و عندما کنت اوریهم ما صورته یقولون یحزنون لما اصاب سوریه. عکاسی توی مناطق جنگی و
بحران زده خیلی متفاوت تر از عکاسی از یک شهر در حال یک شهر سالم و بدون التصوير في المناطق التي المناطق المخربة المناطق التي تدمرت بفعل الحرب هو أصعب بكثير من التصوير في المناطق المدن المأهولة. قطعا خیلی از موارد پیش بینی نشده بود که در حین عکاسی برای ما رخ میداد. فهناك كثير من الأحداث لم تكن نملك نتوقع أن تحدث وربما كانت تحدث معنا. اما با اهدافی که عکاسانی که شرکت کردن توی نمایشگاه توی ذهنشون بود از اون هدفشون دور نشدن و تمام این مشقات و سختی‌ها رو تحمل کردن تا اون چیزی که مد نظرشونه به تصویر بکشن. ولكن مع وجود هذه المشقات وهذه المشاكل التي كانت تواجه المصورين ولكن بسبب وجود هدف واضح بالنسبه لهم واراده قويه لاكمال والوصول الى هدفهم قاموا بالاستمرار في تصوير ما حدث. طيب نحن رح نروح لنشوف كيف كانت أجواء المعرض حتى ننقل الصورة للناس من خلال تقرير زميلتنا ريم سليمان ومنرجع لحتى نكمل حديثنا. افتتح في دار الأسد للثقافة والفنون معرضا حمل عنوان كان يا مكان مقاومة وثقت الصورة ما جرى على الأرض السورية بعدسات المصورين الإيرانيين الذين واكبوا انتصارات الجيش العربي السوري. أشار مندوب الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ناصر أخضر أن معرض كان يا مكان قصة مستمرة، قصة الصمود والمقاومة التي يبديها الشعب والدولة في مواجهة الإرهاب، حيث عكست الصورة ألوان الطيف الحياتي لسوريا. الثقافة في خدمة المقاومة، والمقاومة توحدنا شعوب المنطقة. المقاومة ليست فقط مقاومة عسكرية أو مسلحة، المقاومة منظومة فكرة كاملة متكاملة تشمل كل نواحي الحياة. هناك ثقافة مقاومة، اقتصاد مقاوم، سياسة مقاومة. فنحن بمقاومتنا أول شيء نستطيع أن نتوحد، ثانيا نستطيع أن نقوي أنفسنا في مقابل الهجمات التي بشتى المجالات، يعني في هجمات عسكرية، في هجمات ثقافية، في هجمات سياسية. فأعتقد بنشاطاتنا مثل هذا النشاط الثقافي الفني بإمكاننا أن نري للعالم بأننا نملك ثقافة والفن في مقاومة. ما يحصل في سوريا ليس قليلا ويستدعي توثيق هذه اللحظات بأسلوب جميل جدا، وللعيون الإيرانية الجميلة قدرة على التقاط الجمال السوري، ولذلك هم الصور ويعبرون عنها في هذا المعرض الجميل. يعتبر التصوير الفوتوغرافي لعادات وطبيعة الشعوب تأريخا وتوثيقا لتلك الشعوب أكثر من كونه نوعا من أنواع الفنون، حيث تنقل الصورة الفوتوغرافية وقائع الحياة وطبيعة السكان وأحوالهم أكثر من الوسائل الأخرى. وبالختام مع السيد صابر حابين نسأل حضرتك بختام لقائنا، هل رح يكون في معرض مشابه للمعرض يلي أقيم في دمشق ممكن في إيران؟ شبیه این نمایشگاهی که اینجا برگزار شد انشاءالله تو ایران برگزار خواهید شد و خلینا برگزار خواهید کرد که این نمایشگاه توی ایران توی تهران هم برگزار بشه، ولی دوستان ما ترجیح دادن که برای شروع از دمشق این اتفاق انجام بشه. اصدقاؤنا یعنی سوف قالوا لنا بان نبدا يعني عندما اردنا ان نقيم المعرض كانت اقتراحهم أن نبدأ من دمشق، أن نقوم بالمعرض من دمشق ومن ثم في محافظات مختلفة في دمشق في سوريا ومن ثم إلى طهران، ممكن نقيم المعرض في طهران إن شاء الله. بنتمنى لهم التوفيق عفوا. مع ميسم رح أسأل بنهاية اليوم يعني أهمية توثيق الحرب ونقل الصورة الحقيقية للناس بسوريا. يمكن نحن صرنا بنعرف شو اللي صار، بنعرف قديش نحن تعذبنا، بنعرف هاي الحرب شو عملت فينا، لكن كمان نقلها للخارج كيف رح يكون نقل هاي الصورة لتوضيح الحقيقة حقيقة الإرهاب يلي إجرى على سوريا ودور السوشيال ميديا كمان بنشر هاي الصور.
امروز رسانه عکسی رسانه تاثیرگذاره با وجود شبکه‌های اجتماعی هم از اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام و واتساپ. خیلی انتشار عکس نسبت به گذشته خیلی سریع امکان پذیره و یه عکس اگه تاثیرگذار باشه میتونه خیلی توی دنیا شیر بشه و تاثیرگذار باشه. الصوره اليوم هي من اكثر الوسائل الاعلاميه اهميه، فهي توصل الى لما توصل الفكره او الحقيقه التي نريد ان نوصلها بشكل اسهل. ووسائل التواصل الاجتماعي الموجوده اليوم هي تساعد في انتشار هذه الصور بشكل اوسع وبشكل اسرع. حالا اگه این عکس‌ها با چاشنی هنری و نگاه هنری و با نگاه هنری انتشار داده بشه و ثبت بشه، میتونه تاثیرگذاری خیلی بیشتر داشته باشه نسبت به یک عکس معمولی. اذا تم نشر هذه الصوره بطريقه فنيه احترافيه بطريقه صحيحه سوف يكون لها تأثير أكبر من أن تكون عبارة عن صورة خبرية، فتأثيرها يكون أكبر. تمام دوستان من که در این نمایشگاه شرکت کردن سعی کردن این نگاه هنرمندان رو در تک تک قاب‌هاشون رعایت کنن و اغلب تصویری واقعی از سوریه، خلاف از اون تصویری که رسانه‌های مختلف دنیا از سوریه انتشار دادن انتشار حاول اصدقائي المصورون وحاولت انا ايضا ان نعكس صوره حول سوريا الدوله المقاومه، نعكس صوره واقعيه حول ما حدث في سوريا بعكس الصور او ما صوره وسائل اعلام اخرى مغرضه. در صورتی که خیلی از رسانه‌های جهان با دید تحقیرآمیز به کشورهای مثلا عراق، سوریه یا ایران نگاه میکنن، در صورتی که تک تک بچه هایی که توی نمایشگاه شرکت کردن با دید احترام و ارزش قائل شدن برای سوژه بعكس ما احترام داده بودن به سوژه، بعكس ما كان يقوم به المصورون في وسائل الاعلام الاخرى من تصوير بلداننا مثل العراق مثل سوريا، يصورون فقط الحرب والدمار، فنحن حاولنا أن نسلط الضوء على الأشياء الجميلة الموجودة بجانب الحرب، من أمل، من حياة، من إرادة في استمرار في الحياة الموجودة لدى الشعب السوري. نعم أكيد، نحن بشرفنا حضوركم إلى دمشق والتصوير، وبدنا نشكركم ونشكر أيضا زملائكم المصورين يلي شاركوكم المعرض. شكرا كثير لكم ولوجودكم معنا لليوم، ونتمنى لكم كل التوفيق، وناطرين هذا المعرض يكون بالمحافظات السورية وإن شاء الله كمان خارج سوريا. امیدواریم که انشالله این نمایشگاه در شهرهای مختلف سوریه برگزار بشه و تو ایران هم انشالله برگزار بشه. جمله آخرم من میخوام بگم، بس حابب یکی جمله. اوکی، انشالله بتونیم به زودی عملیات آزادسازی قدس عزیز رو عکاسی کنیم و عکس های مستقبل قریب ان نصور مراحل تحریر القدس ان شاء الله. پایان اسرائیل رو در کشور فلسطین عکس هاش رو به نمایش بگذاریم و نصور نهایت الاحتلال الاسرائیلی لفلسطین ان شاء الله. شكرا كثير لكم، شرفتونا واهلا وسهلا فيكم.